السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في سيتي سكاي لاين، السلسلة العجيبة. أنا ما أعرف كيف أنا عايش في المدينة الصراحة، يعني كيف للحين ما أخذت قرض، ما سويت شيء، محترم البيئة. شو يخص البيئة في الموضوع؟ منزل محترم منها وكل التلويث شغال، يعني نوعا ما أني محترم البيئة، يعني على أمل يعني بشكل أو بآخر. تقولوا ليش أهد فراغات هني؟ أدري بس سألون، لابد انكم تسألوا، اذا ما سألتوا انا بقول لكم معلومة. مشكلة امور طيبة هذه، اساس اذا عندي خدمات مستقبلية ما اتوهق نفس ايام قبل، اتوهق ما اقدر احطي شيء ولا اتورط بالاحرى على ما يقولون، اتورط ما نقدر نحط شيء، ما نقدر اي شيء. لحظة هذا اوكي انزين، فشو يستوي وياي؟ الحمد لله. سوري. انزين ما اقدر احط شيء ثاني، ما اقدر اضيف حدائق، ما اقدر اضيف عماير، ما اقدر اضيف مستودعات، ما اقدر اضيف الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. فصار الوضع الحين شو قلت بسوي؟ قلت اللي بسويه احط محلات هني، والله يبالي محلات، بنوصل للبحر. ما عليكم ما عليكم، اليوم نحط لهم ماي. انا ليش دائما ما احط ماي؟ وين ما احط ماي؟ ليش ما احط ماي؟ شو اخبار كهرباء؟ تمام؟ اوكي خلنا نمتد عيال. الكهرباء تمام، بنزيد صناعية شوي. صناعية هني. تعرف شو بسوي؟ بحط شارع من هني. فين؟ هني. خلي الزحمة تتوزع، خلي يزعلون شوي مو مشكلة، خلي الزحمة تتوزع بس. حتى لو احط هني شوي عادي ترى، يعني مش قضيه احسه، لان اهم شيء انا كان عندي هالتقاطع ما يستوي زحمه. المشكله ادور الحين سكه الخطار وينها؟ ورا، شوفونها، فلازم افتح المنطقه اللي ورا. اذا بفتح اي شيء شوفوا هني، انا اخسر 5000. مو مشكله انا بشتري ال 5000، ما انا اقول لكم بخسرها الحين زين، بس المشكلة يمكن الشيء الوحيد اللي استفيد منه ترى الخضار، ولا انا ما بمتد ورا الشارع العام حاليا. بس يستاهل الوضع مخاطرة يا جماعة الخير. ليش؟ لان انا اتكلم كمواصلات الحين الخضار، اذا من الحين احطيه اللي هو ترين يبالي 9500 واحد. انا نسيت مواضيع الاشخاص والاعداد كلها تمام، تكون صدق. خلنا نشوف خدمات كلها زينة، خدمات اشوفها زينة والله، الا اذا احط مركز شرطة هني في عز الزحمة. هني احسن، حطي لنا ونحط مدارس، مدرسة المدرسة هني، عندنا مواصلات، نحطي لنا كم نقطة باصات، في عندي مترو ولا ترام، هذا مش مترو. اوكي انزين، حطينا مواصلات، ننزلهم كان ثاني من المدينة. هذا تعديل ثاني اسمه اوتو لين كلر، ينزلوا يتمشون من مكان لمكان. نحط في باص واحد فوق الباصات الموجودة، يعني باصين بيستوي عندنا توتل، لو بتكون ان شاء الله اموره طيبة عال العال. انزين الحين احنا عندنا هالمنطقة، هالمنطقة بالنسبة لي ما تقصر، ابى احط هني على الشارع العام اللي يدخل حديقة، حديقة صغيرة بدائية، مش حديقة ضخمة. الحديقة عبارة عن زونة بارك اريا هني، وهني كامل بارك اريا. اوكي مو مشكلة، خليه يشل، اقولكم خليه يهدم، هذا ما عندي مشكلة. زين والبارك اريا هاي شو بسوي فيها؟ بيجي هني، خلنا حط اللعبة تمشي راحت. لحظة البارك اريا هاي شو شغلتها هاي؟ لحظة خلنا نشوف بارك اريا نحط فيها كم لعبة. نيوبل فكرة. انزين نحط فيها كم لعبة؟ نحط لها مدخل من الشارع الداخل هني بالوسط. اوكي بارك اريا هاز ريتش ليفل 1 كونجراتيليشن الى اخره الى اخره الى اخره. ابى احط للناس داخل هني مجموعة ممشى صغير، ممشى صغير مرة من الآخر صغير،
يمشي صغيرون. زين يكون في كوفي، يكون في يعني ممشى ثاني، كافيه هني، العاب حق الناس الساكنة. يا جماعة الناس تحتاج مكان التيلة، مكان هدايا. بيجون الناس من برا المدينة بيزورون أهاليهم، حد منطقة من هنا لين هناك، يبون حمامات هني وهناك. الله يعزكم كرمتوا. انزين ويبالنا مكان اركيد مال اطفال، وما يبالي شيء، بحط شوي شير والممشى بطوله بس. يعني ما بسوي الاختراع العظيم والهذا لا 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 لا، بس الحين الممشى. حتى الباقي منكم مش مفتوح اصلا، مش مفتوح حتى الباقي. شوية كراسي حول المكان بس، خلونا نسوي الممشى اول. اوكي حتى هاي يمكن ما بدخل فيها الحين تفاصيل، الحين ما بدخل في التفاصيل وايد، بس بنحطي ممشى وشير بنسوي بالطريقة هاي. ليش بالطريقة هاي؟ اول شي عشوائي شوي حلو، يعني حلو العشوائية اللي تي من وراء. هذا مكان شوي زفت، سوري على المصطلح لكنه زفت. زين حطيه هني، ابى احط الممشى شوي عشوائي. زين خلنا نحطيه هني، ابى احط ممشى على ارتفاع 9 متر، لا مش 9 6، صغيرون. سبيس اوريدي اوكيبايد. اوكي طيب، بدل 9 بنسوي 9 8 9، خلنا نمشي على الستاندرد مالنا. زين ونسوي ممشى صغيرون من هني، من وين يعني الناس تحصل لها مكان نايس تي تتمشى فيه، مكان حلو. زين نسوي بالطريقة هاي، الطريقة هاي. زين الحين في المكان هذا ما بسوي حتى الشبك، خلي الحديقة مفتوحة اللي يبي يدخلها، وين ما يدخلها يدخلها. بس شو اللي بسوي بعد؟ لان انا اعرف ان في ناس ما يعرفون يلتزمون، بنحط ممشى من هني لهناك. زين بنحط شير للناس، شجر من شجر شجر. زين لحظة، البرش هذا مش كويس ابدا. زين نحط الشيارة هنا، مش هالشيارة، هذا أحلى بحسب يكون. أوكي مو مشكلة، بخلط بين الاثنين بس. بنحط الشيارة هنا، البراش، التولز، كل هاي اللي ترى موجودين تحت في اللستة. كيف تنزلونهم؟ ستيم وركشوب ولا معمل ستيم، تدخلونه تشيلون حق عماركم، تسوون تدخلون تدقون على، تدورون على اسم اللي طرشتوا له على الرابط، تضغطون وتدقون. بعدين شو حطي اماكن عشوائية، الناس تقعد، خلى الناس تقعد، شيار ممرات شي حلو، كافيه برع سيرفس، شي جميل يكون. يعني حتى هني يعقون عيالهم، يلسونهم هني، يسوون هالسوالف. يعني ما له داعي الناس من البداية يسوون علينا احتجاجات، خاصة ان احنا قاعدين ندفعهم ضرائب زيادة شوي. ترى اظن احترام للضريبة هو شوي، بس الناس اللي مكان فيه خدمات. يعني انت تدخل في مدينة، تشوف المدينة من المدخل، شوف شوف مدخل المدينة، تدخل انا كسيارة اشوف ناس حدايق وجسر مشاة، اقول وين مدينة صغيرة هاي، حي الحياة، عز هاي، بعيش فيها. هذا المطلوب، احنا نجيب الناس اللي تبى تعيش، نجيب الناس اللي شو تبى تعيش هنا. انزين خلينا نسير الشوارع، ننزل هذا لين صفر ونحطي بالطريقة هاي. نحطينا شوية بيوت زيادة لازم، على اساس انه صار عندنا خدمات، صار عندنا شوية امور، الناس بتي تسكن عشان اذا يبنوا بيت هني عليه والله عافية عليهم، انا اعطيهم مساحة يبنون فيها. فكناحية خدمات عامة وكناحية شكل المكان بيكون ممتاز جدا.
بس الحين نحن بنفتح هذا بس على 7001 على اساس نقدر نحط اماكن سكنيه قويه بعد في نفس الوقت، مش بس شو اسمه. زين الحين ابى شارع ثاني، هذا الشوارع اللي لازم كان من البدايه يسويها في اجزاء قبل 9 نفس خوينا ذاك، بس خلي الشارع كبير. زين 9 هنا لين، لحظة هنا لين هنا 7 يونتس بنزل 0. زين 7 يونتس بنزل 0 اوكي، هذا مدخل رئيسي. انزين طبعا الهدف الناس اللي تطلع من طريق ما تستعمله مرة ثانية، يعني سوي ذا طريق من هنا، الناس اللي تطلع من المدينة تروح ما على بهدم بيت. انزين استعمل هذا الطريق حلو، وسودي لازم اسوي ون واي ون واي ابجريد. زين بس الناس تطلع من هني، الحين بخبركم هني الخطة لازم تعرفونها انتم، نسوي شارع مايل بالطريقة هاي ون واي، يعني الناس تدخل هني بس بشرط شو، عند اشاير المرور هذي ما يروحون فيها الا وين هني، هاي طبعا ما بيروحون لها الدرب، ما يروحون الا هني، ممنوع شيء اسمه يوتير رجع ما في، اللي يستعمل هالشارع داخل طالع فقط. بالنسبة للصناعية لا، مو بسوي بالطريقة هاي، بسويها أو ممكن أسويها حتى بنفس الطريقة بس ما له داعي لأنه ما في زحمة حاليا، ممكن أتغاضى عن الشيء هذا بالنسبة للصناعية، أنا ما أتصور إحنا بتكون الزحمة الخرافية، وهذا اللي ما أتصور دائما تبي العيد على فكرة. منزل ممكن اسوي هالشارع ون واي، ممكن اسوي وايد حلول، ممكن اجيب الشارع من هني اخلي ون واي ون واي وابني من حوله، بس الحين لا تبركن هني، لا اقول لا تبركن هني، لا تبركن هني يا غلس يا بقول كلب بس ما بغيت اقول، بس قلتها اخر شيء صح. زين هذا يخلق نوع من الاختصارات. ثاني شيء انا بحطي اللي هو ريسايكلينج سنتر على اساس نبدا نحرق ولا نبدأ نتخلص من الزيادات اللي عندنا. بس كم تكلفته هذا؟ لحظة الرننج كوست ماله كم؟ أهم شيء الرننج كوست ماله 240، ممكن أتحمل لي واحد زيادة مو مشكلة، ليش على الأقل الحين يستوي تباطئ في اللاند في اللاند في الحين 62%، هذا على الأقل بيبدأ يطلع من مرحلة شو، خلنا نسرع اللعبة قد كيف وين بالغلط، أبى يبدأ يطلعنا من مرحلة إن نحن فقط نستقبل ونترس مساحة على الفاضي، لا نحن بنبدأ نسوي له بروسس، نبدأ نشل ال هاي كم سعره 16000 الحين بينا واحد بعد بحطي واحد، نبدأ نسوي إعادة تدوير، فاليونتس عندنا ولا المكان ما راح يمتلي بسرعة. مشكلة الريسايكلينج انه ما يسوي وايد نفس منو، يعني ما ياخذ شيء كبير، بس اللي نحن نبغاه الحين مو مشكله، بحط ريسايكلينج زياده، هذا معناه سيارات زياده ما عندي مشكله، مسوي شغلات اكثر، خلى العربات تشتغل وما له هنالك ومن هالسوالف الطيبه كلها، بس على الاقل ما يسوون التلوث تلوث تلوث. وفي شيء في اللعبه، يعني اذا انا الحين كل ما احط لهم شيء افضل ولا شيء، لحظة خلينا نحط منطقة هنا تجارية، نلقى فراس هنا تجارية ونحط لهم ماي لأن ما عندهم ماي. زين في نفس الوقت اللي هو سمعة المدينة، وهذا الناس تحب السوالف، الناس تحب الريسايكلينج، الناس تحب السوالف، وفي سيتي سكايلاين هم بارعين في هالشيء هذا، لأنهم كيف يخلونك تسوي بوبيليشن ولا تخلي تسوي سكان، وكل شيء يأثر عليه، يعني الحدائق تأثر عليه، التعليم يأثر عليه، الدراسة تأثر عليه، التصريح الصناعي، احتياج الناس، كل شيء يأثر على مدى المدينة. إنزين الحين مدينتنا قامت تستوي زحمة سبة الشوارع على فكرة،
ان نسوي ان الشارع غلط غلط. لحظة خلونا نمسحها زين. ما معتذر. لا اوكي فتحنا شغلات جديدة. هذا ليش فتح؟ لان الحديقة ما نلفلت. استوى عندها استوى لها شو رانك اب الحديقة نفسها. انا هني بحط مجموعة مربعات. هذا التقاطع خطير، اكبر مسببات الزحمة، لكن بلتزم فيه شوي. اوكي بنلتزم في التقاطع هذا، بنلتزم في القياس هذا ان شاء الله نلتزم فيه. زين ما احب اسوي وايد مربعات، لكن حاليا محتاج استفيد من المساحة اللي عندي. ماني محتاج استفيد من المساحة. شوف القياس، مربع على مربع. نجيب هذا وين؟ هالحبة اوفرلاب ما يضر. انزين بنحط المنطقة. شو بسوي؟ بس بحط ماي. صبر لان عندي هواية انسى الماي، دائما دائما انسى السكان من الماي، ما اعرف ليش. بس هذا الشيء هو بنحط لنا هني وهني 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 محلات تجارية. باقي المنطقة كاملة برسمها سكنية خلاص. وإذا بحتاج مدارس ولا شيء تراني بكسر، مو مشكلة. أوكي هل تستوي زحمة هني؟ ما عندي مشكلة. يبالي ممرات وماشي وغيره وهاي الأمور، بس أحس إنه بعده بدري. خلينا نحط وحدة هني ماي ريسايكلينج. والله هو المفروض أنا أتريع الكبيرة بصراحة. 72,000 بير ويك بدل هاي 24,000، بس أوكي. اتوقع اوكي يعني ما علي عادي يعني، امور تمام يعني امور تمام. لان هذا يسوي الحين اشوفه حتى انه ما يحرق، ما يحرق اللي عندي حتى، مو بينقص المساحه للفل مالي. بس اللي ممكن نسويه اوكي حطي لاندفل ثاني. مشكله الزبالة والمجاري هي كرمتو مشكلة كبيرة، لازم ما ندخل فيها يعني، ما ندخل. هم من أكثر الشغلات اللي تفقد المدن سكانها، وهذا الكهرباء طبعا. أي امتداد محتاج كمية كهرباء كبيرة، وها كله يذبح الكوست مالنا، ولا يذبح منه المدخول مالنا بالأحرى. امتدادات عادية، شغلات عادية، أمور طيبة. بس أحط أيقونة حق المكان إذا أمكن. احط تعرف صح سوبر ماركت، خلنا نحط سوبر ماركت حق العالم هني. يا ايكيا انا حيد نزلت بعد شو سوبر ماركت جميل ترى. المودات هاي حلوة ترى على فكرة، اسد هالسوالف تنزلون والله انهم ناس ترى اوريدي اكزيست مرة، محط اكثر من واحد. اوكي مو مشكلة. انا حيد كان عندي ايكيا بعد بس ما اذكر وينه. مكتب ضرائب ما نبى، مكتب دفن ما نبى حاليا. هاي شو مكان احتفالات، اظني هذا جديد لاني ما اذكر الصراحة. محكمة، والله ستكون محكمة شكلها مشروع ناجح. بس يبالي قرض وما باخذ قرض، انا صراحة ما باخذ قرض. هاي شو روبوتكس انستيتيوت، معهد روبوتات، فزت اركبات ستي تلفزيون ستيشن. يبالنا محطة تلفزيون في المدينة، نحس انها مدينة. شو رايكم؟ احطي محطة التلفزيون، احطيها هني على الشارع هني. بعد بيسوي له مزعج شوي بس مو مشكلة، بيسوي له مزعج لكن بيستانسون في نفس الوقت. ما عليك من الناس ترى يتدمرون من كل شيء. الشيء تعلمته من سيتي سكاي لاين، الناس تدمر من كل شيء. بس على فكرة حلو المبنى، شوفوا شوفوا جسر مبنى بين مبنى، في باركنات في كذا. عندي وايد امور ترى على فكره للحين ما دشيت فيها انا للحين. جالس اعدل الاقتصاد. سوري اكتب بالعربي. انزين ممكن اسوي وايد شغلات هني. عندي وايد مودات في الكولكشن اللي موجوده يعني. شيء ممكن احط هني باركنات جمال التلفزيون. لحظه خلينا ندور لنا مكان عند التلفزيون. هاي ترى يعتبر حديقة،
أنا باركنات هني عندي أستغل مساحات بسيطة والناس تعتبرها كأنها حديقة بالنسبة للعبة يعني، وعليها كوسترة مش بلاشة. بركم الحين هني مثلا مكان سيء أغني الباركن، هني مكان جيد، وخلنا نشوف فراغات. ما له داعي يكون عندنا المكان مزحوم مليون، خلنا نسوي في النص باركنات، خلنا نسوي خدمات باركنات حق الحديقة. ها اللي بيكون عند الحديقة شوفوا أساس ما يزحمون الدنيا ويسوون لنا مشاكل. ها بس خبروني ها كيف باني البيت هذا؟ والله على بلوك واحد والله باني انه وهدينا بعد. شوفوا المنطقة بشكل عام عندنا الأوضاع مستدبة والأمور طيبة، التلوث مليون هني هم لا ترجعون صوبة، نويز بلوشن وايد عندي، ثروات أنا قاعد جبت العيد في الثروات كلها بس ما عندي مشكلة لأنه بفتح الخريطة وأنا في مود يخليني أفتح الخريطة كامل. ف برايا القيمة شوفوا عندي هني التاون هاي رقم واحد، هو عندي هو استوى نجمتين. على فكرة الحديقة تجيب فلوسها، أنا هاي لها إنكم بروحها. بارك إنفو شوفوا أقدر أرفع سعر التذكرة رغم نزل التذكرة، شوفوا كم تدخل كم تخسر كم لفلها، ليش الفيزيترز يجون. مثلا عندنا بوليسيز أنيمال إثكس هالسوالف يعني، نسوي ادفرتايزمنت كامبينز هاي خسرنا ظني فلوس. يعطيني 20% ناس زيادة، في لها اوبشنات، في لها اوبشنات لو نحن نسلفها الحين ما بدخل فيها على اساس ما خسرنا بداية اللعبة وما بأجيب العيد في الموضوع كله عرفته، لانه هلا الحين دام ان هذا شغال حتى لو انه ما قاعد يكسب دخل فلوس امور طيبة، فمحتاجين المدخول الزيادة هذا. هني ممكن اسوي شوي بس حق معادن، هاي ما اظن بعد فكرة ناجحة الصراحة، ما اظن انها فكرة ناجحة. لو اسوي هني زراعة افضل بكثير، وبما ان عندي شارع هني اقدر اسوي تقاطع. اليوتير ممنوع هني تماما، لازم يسك اخر شي ياخذ يوتير. مفروض اسوي مكان في يوتير، بس شوفوا الزحمة تتوزع يعني. الحين مثلا لو ابى ادخل حد المدينة شوفوا هني راح تفرق وايد وايد تفرق في اللعبة. كنت بتدخل حد المدينة صح، انا ما بياخذ في الزحمة هاي مثلا، ولا ممكن انا ادخله في الزحمة هني اوكي واطلعهم من وين، من فوق الجسر هني، والعكس صحيح. هذا زين، الخطة افضل اذا كانت وين وين. مثلا انا بلي هني ما بيوتيرن هني صح، انا بخبركم شو بسوي الحين. كونجراتيليشن الى اخره الى اخره، شوف تحليل الى اخره نشوف، اويل اندستري الى اخره، توريزم سبيشاليزيشن. مثلا انا ابى اللي يلف هني بس جاي من وين، من هني اروم اتحكم في جم كل شيء في اللعبه، المودات خليني اتحكم في كل شيء في اللعبه. مثلا انا هذا بس يروح سيدة، ممنوع يروح يتر، هذا يروح بس سيدة، وهذا يروم يروح بالطريقة هاي وين ما يبغى. الناس اللي جاية من هني أروم أمنعها تكمل سيدة، ترى أروم أخليها تاخذ يسار، أروم أخلي هاي اللي ياخذون يسار أو يمين فقط يعني. خلاص الحين أنا منعت اليوتر تماما، هني ما في شيء اسمه يوتر. نفس الشيء إذا جيت هني وسويت الشوارع بنفس الطريقة يعني، أجيب هذا أقول له أنت تكمل سيدة، وأنت تقدر مثلا تروح سيدة أو يسار تطلع من المدينة، ممنوع يتر. هذا ما باه يصير إلا سيدة أوكي، وإذا شيء زحمة خليه توزع، وهذا ممكن يروح سيدة أو يمين. شوفوا توزيع الشارع أنتوا الحين، هذا يقدر ياخذ يسار، هذا يقدر ياخذ يمين، نوزع زحمة الشارع خلاص. بتحسون شوي معقد في البداية بس من تتعودون على السيستم ترى يستوي حلو. هذا بعد المفروض يروم يروح اوكي لحظة مخرج هني،
هذا يروم يروح يسار، يعني اللي بيطلع مدينة يجي من هني يوقف في الدور هني، ما يسوي زحمة مكان ثاني. عندكم هذا هني، ممكن بعدين نعدل الزحمة اللي هني ترى، يعني هايل. خليهم يروحون تمام من هني كلهم. اوكي، وهذا الشارع كله يروح وين؟ هني. شوف على طول يتحرك خلاص، ما يتريق، على طول يبدأ يتحركون. بس هذا غلطة، لازم إشارة. إنزين، بس هل كثر مايكرو مانجمنت مش ضروري؟ مش ضروري أبدا 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 مش ضروري. بس إذا كنت أنا مسوي لنا هذا الحين مثلا سكسلين، خلنا نشوف تسوي له بقريدة هنا يقدر سكسلين مثلا، بيفرق في الزحمة وايد. هذا السكسلين شوفوا، خلنا نسوي سكسلين حلو. هذا الحين بيبدا يفرق في الزحمه، بتحسون فرق في الزحمه والفرق الفعلي بعد زياده اذا سويته هاي واي وين واي، يعني نفس الطلعات هاي يكون من اتجاه واحد، يعني اللي يروح هنا ما له داعي ياخذ ترنات ودنيا وهذا. بس بعد الحين قسمهم، في ناس تروح هني، في ناس تي هني، في ناس حسب مزاجهم كيف. وهذا تم ممكن نسوي له كوبي بيست، ترى عندنا تول هذا موفت، نقدر اني بناخذ هني هاي كوبي. اوكي، نسوي له بيست مثلا هني بدل هذا التقاطع، نقدر نسوي جسر هني، نسوي بالشكل هذا. اوكي، خلينا نوقف اللعبة عشان ما اني بالعيد، بس براويكم شو ممكن نسوي. احتماليات اللعبة لما يكون عندكم الأداة الصحيحة، احتماليات اللعبة تجي احتماليات كبيرة مش صغيرة أبدا. يعني مثلا هذا سكس لين هاي واي، بنمد هني لوين؟ لين هني صح؟ ما بمد الشارع، بخليه يخلص هني يكون يوتير حلو. نبقى شارع أربع سيدات سبيس روتي أوكيبايد. يمكن في تحت مال كهرباء، لحظة، في كهرباء، في شيء تحت، في خدمات، في شيء هو تحت. زين، المهم نسوي سبيس روتيك بويت، ايش خلنا نسوي صفر ولا مهني بالعكس، شيء هني تحت هذا مخرب. خلنا نسوي له موف. اوكي، نمده شوي ونيب الشارع اللي تحت. ايوه هذا، بسوي لك كليك الحين لو عاوزني. لحظة، زين ما اقدر اسوي لك كليك، استوى دوبلكيت تقريبا. بس بوزري ان هذا مسوي لي ازمه في حياتي، ترى شغل موبت دار بوينت كسر هذا شو. ايوه، خلينا نشيل هذا، ابغى امسح انا هذا. يس، نرجع للتول مالنا، نمد الشارع مرة ثانية، نحدد اجين. المفروض ان هاي شوي قضية ترى، يكون اي شيء زين يستوي يتحول الموضوع الى معانا. زين، عدلنا. زين، ونحط لنا الشارع هني هذا، ممكن نسوي شارع سيدة ترى، مش سيدة سيدة بس خلاص خلنا مثل ما هو. يمكن هذا يكون شارع الكورنيش، يسوي نفخ طلع الكورنيش. شوفوا، فالحين قاعد اخفف انا زحمة بشكل خرافي، بس النقاط لحظة خلينا نشوف يستوي لهم كوبي. لا، ما يستوي لهم كوبي بغير نقاط. اذا تبون تسوون مايكرو مانجمنت لازم يكون مايكرو مانجمنت مختلف بطريقة، يعني نقدر نمسح في الوسط، نحط غير، نحط تقاطعات هني مثلا من هني لهني، وانتو سايرين ها كل النقاط زيادة من داخل ومخارج المدينة، توفر علينا زحمة خرافية على المدى الطويل. المهم، هاي كانت
حلقتنا اليوم ما بطولها زيادة، هالأيام قمت أسوي حلقات طويلة، فنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله من سيتي سكاي لاين. على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.